ألف مبروك يا باريس أختك، طلعت على خير أهو، والقرد اللي كنت شافاه رخايص ومستهلها بيه هو اللي طلعك. طب سبب وانا عطوا كل ده وانا بنت تلهب ده هو ده مقاش هو ايه راكبين على بعض. الله الله الله، ما تعتبريها فترة نخاها باريزة. وبعدين القرد ده مش انت اللي خرجك بالكلمتين اللي انت عليهم، ولا خرجت بالسحر والشعوذة؟ بقول لك ايه يا خلص، خف عليا حبة، خف عليا حبة يا حبيبي، عشان انا لسه بعقبل وجتتي مرمى من نوم البرش. انا ما اقبلش ان تقولي على نفسك كده، شويه ميه وصافو وترجعي زي الفل، لحم ابيض متوسط صافو. اه وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، الدنيا بقت على البلاطه وعلى الاخر، محتاجه تزهزه كده. يلا يا عبلي، بقول لك مرمى شوف الموضوع.